صبحكم الله بالخير مشاهدينا. نشرتنا اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر. محطات الأرصاد الجوية هي محطات مجهزة لرصد قراءات عناصر الطقس، ويوجد منها نوعان وهي الأوتوماتيكية واليدوية. تشمل القياسات درجات الحرارة، الضغط الجوي والرطوبة، سرعة الرياح واتجاهها، وكمية الأمطار والإشعاع الشمسي. والآن مع حالة الجو، حيث تشكل الضباب على معظم المناطق الغربية وعلى بعض المناطق الداخلية الشمالية صباح هذا اليوم. أما الطقس الحالي فتشير صورة الأقمار الإصطناعية الملتقطة إلى أن الطقس صحو بوجه عام. وبالنسبة لدرجات الحرارة الحالية والمسجلة في حدود الساعة 10:30، أقل درجة حرارة صغرى مسجلة في جبل جس 24 درجة مئوية، وأعلى درجة مسجلة حالياً 37.2 في أم القوين، بينما كانت العظمى بالأمس 43.3 في سويحان الساعة 1:15 ظهراً. وننتقل الآن للطقس المتوقع. كما نلاحظ من الخارطة السطحية المحللة لصباح هذا اليوم وجود توزيعات ضغطية ضعيفة مع امتداد منخفض جوي ضعيف قادم من الشرق، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية بعد الظهر، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ويكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً على بعض المناطق، وقد تتكون بعض السحب على المناطق الجبلية الشرقية، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر، ويحتمل تشكل بعض الضباب خاصة أقصى الغرب. والآن مع درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، حيث تبقى درجات الحرارة مثل معدلاتها يوم أمس، في الساحلية في أواخر الثلاثينيات، وفي الداخلية في أوائل الأربعينيات، بينما في الجبلية في أواخر العشرينيات. وبإطلالة مشاهدينا سريعة على حالة البحر في الخليج العربي، متوسط قد يضطرب أحياناً آخر الليل وصباح الغد، ارتفاع الموج يتراوح ما بين قدم إلى 3 أقدام قرب الساحل، ومن 3 إلى 5 يصل إلى 6 أقدام بالعمق. المد بيكون الساعة 1:51 دقيقة ظهراً، والجزر بيكون الساعة 7:49 دقيقة مساءً. أما في بحر عمان خفيف إلى متوسط قد يضطرب أحياناً عصراً على مضيق هرمز، وارتفاع الموج يتراوح ما بين قدم إلى 3 أقدام قرب الساحل، ومن 3 إلى 5 يصل إلى 6 أقدام بالعمق. المد بيكون الساعة 10:02 صباحاً، والجزر بيكون الساعة 4:27 دقيقة عصراً. وبالنسبة مشاهدينا لأوقات غروب وشروق الشمس على مدينة أبوظبي، الغروب الساعة 6:12 دقيقة مساءً، والشروق الساعة 6:14 دقيقة صباحاً. أما أوقات اختفاء وظهور القمر، الاختفاء في الساعة 7:20 دقيقة صباحاً، والظهور عند الساعة 7:22 دقيقة مساءً. ونترككم الآن مشاهدينا مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة. شكراً لكم على المتابعة، وفي أمان الله.